فشل محاولات داعش في الحفاظ على جامع النوري الرمز الكبير له في الموصل ومكان أعلان البغدادي لخلافته المزعومة. كيف سيكون وقعه على أنصاره وعلى قوة التنظيم وتماسكه وأماكن احتلاله؟ وأين هو البغدادي مع اشتداد هزائم داعش في الموصل؟ الإجابات على هذه التساؤلات تتابعونها اليوم في برنامج استوديو الآن 7 مساء بتوقيت السعودية.